اليوغا لها عدة أنواع وممارسات مختلفة للتنفيس عن الروح، وتوجه كثير من الأشخاص مؤخرا توجه لتدريب اليوغا اعتماد معتمد. ولكن ما هي يوغا الضحك؟ إيش هي فوائدها وكيف نقدر نمارس؟ تجاوبني أكيد على هذه الأسئلة والمزيد طبعا ضيفتنا في الاستوديو عبير الشايع، مدرب معتمد ليوغا الضحك. أهلا وسهلا فيك عبير. يا هلا فيك، شاكرة جدا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أوكي، أنا رح أبدأها بالأول كلمة تقال في يوغا الضحك، هو 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 ها ها ها. بالضبط، لأنه هي يوغا الضحك. عرفيني عن هذه اليوغا أكثر. طيب، في البداية هي مفهوم جديد وغريب. نعم. يعني أول ما نسمع يوغا الضحك إحنا نستغرب إيش هي يوغا الضحك. عادة إحنا متعودين على أنواع اليوغا اللي إحنا متعودين عليها، السرخاء. بالضبط. يوغا الضحك، قبل ما أبدأ بالتعريف أنا أحب دائما أقول تاريخها. هي نشأت على يد الدكتور مدان كتاريا، نشأت في الهند عام 1995. الدكتور مدان كتاريا هو طبيب، راح اذكر لكم قصه قصيره، هو اللي خلاه ياسس يوغا الضحك. هو طبيب، عده من المرضى يجون عنده بالعياده، كان عنده اعتقاد ان اغلب المرضى اللي يجون يحسون دائما او يشعرون دائما بالحزن. بالقلق، بالحزن، بشكل طبيعي يعني من الحياه وامور الحياه. فكان يعتقد دائما انه لازم، اذا نقدر نسميها او ابسط الموضوع، نفعل خاصيه الضحك لدينا احنا كبشر. ان الضحك له فوائد كثيره، منها ان احنا نقدر ان نرفع فيها مناعه جسمنا. طيب جميل، احنا نعرف انه دائما الضحك معدي. يعني انا لو احد مثلا شفت احد بالسياره جالس يضحك تلقيني اضحك من ضحكه. بالضبط. مع انه انا ساعات احس نفسي يعني فيني شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، بس يعني اتوقع يعني لما كنت اسال فقالوا لي انه لا، رند الكل يعني لو سمعناك تضحكين من بعيد ف نضحك من ضحكك. في فيديوهات على كده. اي بنضحك من ضحكك، فانا اعرف دائما انه الضحك معدي، ايش ما كان وايش طريقته. لكن خليني شوي اتساءل هالتساؤل، لانه انا لما يعني عرفت عن موضوع يوغا الضحك على طول جاء في بالي انه هل انا مجبور انه، او عفوا، هل انا اروح المكان بس عشان اضحك عشان ارفع عن نفسي؟ طب ما احنا الحمد لله شعب ضاحك، يعني نحب نضحك، نحب نمزح، نحب نوسع صدورنا، فنجلس في مكان ونصفق ونضحك يعني احس. كيف تضحكي؟ لا لا ضحكتك ذيك ما حقلدها، بس انه اصفق واضحك واجلس. ما في علاج ابسط من كذا؟ انه ممكن انه انا يعني امهد للناس واعرفهم عليه، خاصه انه هو لسه جديد. هو جديد اقصد عندنا هنا. بالضبط، هو جديد عندنا. احنا كلنا نحتاج ان احنا نضحك. اكيد. ضحكنا اللي بشكل يومي، سواء كان من شيء يعني كوميدي او لما نجلس مع اشياء او اشخاص دائما يعني يضحكون، هذا ما هو شيء كافي لي انا صحيا او نفسيا استفيد. أوكي. احنا واحنا صغار نضحك من 300 ل 400 مره. لما كبرنا ومع رتم الحياه احنا قلت عندنا مستوى الضحك، فاحنا لازم نرجع ان احنا على الاقل واحنا كبار من 10 دقائق الى 15 دقيقه. حزنتني على نفسي باليوم. والله في اليوم. لذلك احنا لو نضحك اساسا، لو الحين اشوف مثلا اسمع اي شيء كوميدي او نكته مثلا على سبيل المثال، بتضحكني من 3 ل 4 ثواني. 3 4 ثواني على المستوى الفيزيائي للجسم ما راح استفيد. فكملي انت بعدين، خلاص خلصت النكته اسكت تقعد تضحك. ايوه، احب اسمع ضحكه اللي يضحك على النكته عشان اضحك، ولا انا النكت ما تضحكني. هو الضحك ايش فكره النكته عموما؟ تقنع المنطق عندنا احنا. احنا عاده متعودين لازم اقتنع عشان اضحك. في يوغا الضحك لا، احنا عندي، لاني انا مهتمه شوي في الوعي الانساني وفي الجانب المشاعر، احنا من المهم ان احنا نضحك بطريقه اللا مشروط او الضحك اللا مشروط، انه ما يكون في سبب. هذه فكره يوغا الضحك، ان احنا نجتمع بطريقه يعني هاديه، هدفنا واحد ان احنا نضحك. الكلاس طبعا تكون مدتها الى 45 دقيقه، نسترخي وفي نفس الوقت نمارس الضحك. طيب يعني هذا النوع من اليوغا، يوغا الضحك، مين الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا منها؟ هل هناك امراض نفسيه معينه، امراض عضويه مثلا، اي اضطرابات؟ عموما كل الاشخاص، كل فئات المجتمع، الاصحاء وغير الاصحاء، انهم يقدرون انهم يستفيدوا من يوغا الضحك. الجميل في يوغا الضحك انها بسيطه، الكل يقدر انه يستفيد منها. يعني قدمت ولله الحمد لمتلازمه داون، لقيت اثر طيب لهم. حلو. قدمت لجمعيه زهره
بالتعاون معها لمتشافيات من مرضى سرطان الثدي المتعافيات والأصحاء منهم. فكان لقوا جانب مختلف لهم أثر، لأن عادة الفئة هذه أكثر أشخاص دائما يعانون من مشاعر التبلد نوعا ما، منهم ممكن عدم الرغبة في الحياة بشكل عام. ممكن يكون في هذا الشعور، لكن أكثر أشخاص عندهم مشاعرهم مو متزنة بسبب العلل على مستوى الجسد يعني. ممتاز. إذن يوغا الضحك من أهدافها تساعد الأشخاص على اتزان المشاعر، اتزان المشاعر، تحرر المشاعر هذه، تحرر المشاعر. هذا بالنسبة للأشخاص اللي مثلا من فئة مرضى السرطان أو داون أو ذوي الهمم. بالنسبة للأصحاء، احنا في عادتنا اليومين استرس العمل والأشياء هذه تعطينا داخلنا في الجسد، احنا عندنا مثل ما عندنا جسد، عندنا جسد المشاعري. الجسد المشاعري هذا لازم احنا نكون واعين فيه. هذا بحكم دراستي يعني، انا دمجتها مع يوغا الضحك ولقيت فائدة على نفسي قبل ما اقدمها. فهذه تساعدنا ان احنا نحرر كل المشاعر. مجرد ما تجربينها اول مرة، اول ربع ساعة من تجربة يوغا الضحك، تشاهدين او تلاحظين، تراقبين شعورك مختلف عن اول ما دخلت. انا قاعده اتخيل الان الناس في الكلاس، فقاعده يعني اتخيل المنظر، فجتني الضحكه جدا جميل. بس انا ابغى اسال سؤال رندم، مش سؤال يعني، ابغى اقول حاجه. يمكن دايما كنا نقول نفسي اضحك من قلب. الضحكه اتذكري زمان، يمكن صار لي واحنا صغار الحمد لله كنا نضحك مره. يوغا ايوه، بس يا رندم دايم مو دايم يعني الضحكه، عرفتي احنا يعني الواحد كل يوم تقدري لما تذكري انه وراكي فواتير ومسؤوليات وطبيخ وهذا، فجاه الضحكه تختفي. ما هي عشان كذا تشرق الضحكه. الضحكه تشرق على فكره رندم من تحت الهواء يعني، مع الموضوع هذا كله الحمد لله، وهي سعيده وقاعده تضحك، فهذا مبشر بالخير. اي والله وشيء ايجابي وحلو مع موضوع. خليني اسمي اسلمي. بس كنت ابغى اقول لها انه يوغا الضحك، بما انه قاعده يعني بالضبط من جد زي ما قالت رندا في البدايه انه الضحك معدي، فهم بيقولون في الكنترول ان هم كانوا بيضحكوا على ضحك رندا، انه فعلا الضحكه معديه. من اهداف الاساسيه اللي انت ذكرتيها جدا مهمه، ولكن الضحكه من قلب. هل يصل الاشخاص اللي عندك في الكلاس المجموعات مع الضحك ان هم لا خلاص يبداوا يضحكوا؟ عرفتي الضحكه اللي فيها بكوا الله. اغلب الحمد لله نال على اعجابهم. في البدايه كانوا متساءلين يعني، اغلب اللي يحضرون عندي في الكلاس انه بس مجرد تساءل، احنا نبغى نتعرف. حلو. بعد التجربه مره عن مره لقوا فرق كبير بحياتهم. كبير. انا طبعا لاني لي تقريبا سنه ممارسه لهذه الكلاسات، فانا وجدت على المستوى الشخصي لها فائده نفسيه وصحيه. طبعا النقطة المهمة اللي أنا حابة أذكرها، سواء إحنا ضحكنا بطريقة واعية أو بطريقة حقيقية أو غير حقيقية، جسدنا عندنا وعقلنا يفهمها إنك أنت يفهمها إنك أنت قاعدة تضحكي بحقيقية. أنت تكذبي يعني قلب يعني، حتى لو أنا جسمك يعرف إن أنت كذابة في الضحكة صح؟ بس أنا راح آخذ نفس الفوائد. بس بدل الفوائد بالضبط. ممتاز. طب الابتسامة ما لها دخل؟ طبعا الابتسامه هي بدايه الضحك. اسمع، لا شوفوا، احنا كنا تحت الهواء جالسين نطبق، فكان التطبيق يعني عبير كان، انا قاعده اطبق وهي تضحك علي. كانت لا خليني اقول، مره احترم ذا الشيء، ومره احترم دراستك، وفعليا يعطيكي الف عافيه. بالعكس، فيه ترفيه يعني نفسي. ترفيه ونفسي ويدخل بجانب انه انت جالسه تساعدين وتخدمين يعني، انا احسه يعني داخل بخدمه المجتمع شوي، لانه من جد جالسه ترفهين على ناس ممكن انهم هم ما يقدرون يضحك يوصلون للضحكه اللي انت تقولينها عبير. لكن لما يجيك احد صاحي فيقول لك انا جالسه اضحك 24 ساعه، فماني محتاجه انه انا اضحك، او ماني محتاجه مثلا انه اجلس بدائره واجلس. المشكله مو هنا، المشكله انه انا لما تخيلت نفسي بالكلاس، خليني اتحمليني يا عبير اتحمليني، يمكن هذا التساؤل جاكي من كذا احد، انه ما اتخيل نفسي جالسه بالكلاس واصفق واقعد اضحك، خاصه الضحكه اللي حكتها عبير. لا، ضحكه معينه كمان، تضحكون بضحكه معينه. هذه كلها الهخه والهخه هذه احنا نستخدمها، هي اساسا تساعدنا على التنفس البطني لما احنا نبدا نستخدمها او احنا نتنفسها. بالنسبة للنقطة اللي أنت ذكرتيها، لما أنا أكون أضحك أساساً، ليش أنا أحضر للكلاس؟ أول نقطة لازم نعرفها، إحنا أساساً حتى لو ضحكنا بحياتنا اليومية 3-4 ثواني أنا ما قاعدة أستفيد. الضحك رب وهب لنا أساساً له فوائد صحية، من 10 إلى 15 دقيقة. المفروض اجلس بالضحكه الواحده من 10 الى 15 دقيقه. لا والله خلص الحلقه كذا. لا يعني الوقت اللي تضحكي فيه المفروض في يومك.
في يوم توصلي لهذا الخمسة لا هي ذكرت عبير انه الضحكة اذا وصلت 3 ثواني ما حتستفيدين منها شيء. ما راح تستفيدينها على من 10 إلى 15 دقيقة. قصدك المجموع، المجموع في يومك يعني 3 ثواني كافية انه انا خلاص صح؟ حتى توصل للاستفادة على المستوى النفسي والجسدي. ما راح له يعني من جد ما حد يلومني لما نقول أنا ما أقدر أعيش من غير أفلام كوميدية ولا مسرحيات. أنا مرة يعني يمكن عشان كذا والله إني مرتبطة بهذا الموضوع، أجد إن الضحك يأثر على حياتي بشكل مرة كبير ونفسيتي. لازم نسوي يوغا ضحك. وليش لا يعني؟ بدي أسألك عن إقبال السيدات على يوغا الضحك، عندنا إقبال؟ طبعا كثير كثير. أنا في مركز أساسا متخصص لليوغا أقدم فيه. واو. فكثير الأشخاص اللي يجوني مرة حابين، وكثير اللي يجوا مرة ومرتين وثلاثة. أوه. لأنهم أنا مهما تكلمت فيها التجربة هي خير برهان إن الواحد صحيح. يلامس فوائد يوغا الضحك سواء تغير أو تحسين المزاج. يدخلون أحيانا بمشاعر مضطربة في يومها أو توتر يخرجوا مشاعر غير، طبعا هي تساعد على أنها تنشط الدورة الدموية وترفع طاقة الجسم، فهذا مرة ممتاز تعملهم كرفرش أساس نهاية الكلاس. وبرضو عبير أثناء التنسيق معك أنت قلت إنه ما في شخص تمنع عليه هذه اليوغا يعني أو هذه الرياضة تحديدا، أي شخص يقدر يسويها حتى اللي عنده أي نوع من أنواع الأمراض المختلفة العضوية؟ هذه ميزتها، الكل شخص طبعا ما عدا حالات معينة اللي عنده مثلا أشياء المؤقتة يعني الجراحية مثلا تعرض للجراحة الجسد أو مثلا سيدة حامل، هذا طبعا نبتعد منهم عن أنهم يقدمون كل أنواع اليوغا. الحلو بالموضوع عبير أنه أنتم جمعتوا اليوغا بالضحك، ف يعني هنا هنجرب بعد الهواء. اي منها رخيتوا عضلاتهم وخليتهم شويه منهم ريلاكس، ومنها خليتهم يجربون شيء جديد. بالضبط. يعطيك الف عافيه عبير، شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. العفو، شاكره جدا لكم على هذه الاستضافه الجميله، وان شاء الله قدرت اوصل أكيد. حاجه كذا بسيطه عن يوغا الضحك باذن الله. هنجربها دحين اكيد باذن الله طبعا. وبكذا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله باذن الله نشوفكم بكره بنفس الوقت، في امان الله. يلا عبير.